هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ هكذا ورد في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، ومن هنا تحرم النياحة للوعيد الوارد فيها، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا دعوى الجاهلية. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة جزعا، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سلبان من قطران ودرع من جرب. صلى الله العافية والسلامة. النياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومع الإثم الذي يترتب عليها في حق النائحة ومن يقرها، كذلك ينال الميت من شرها، كما في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه.